كنت بتاكل هنا عشان ما حدش يشوفني. ايمان يا ماما تعالي بسرعه يا حبيبتي. ايمان يا ماما تعالي تعالي ماما. الحقي السوبر ماركت ابو محمد هذا على اخر الشارع عامل عرض على جبنه غاليه، وهذه الجبنه غاليه مفيش حد ايش مش تشغل معهوش مصاري. روحي جيبي لي قطعتين منها قبل ما حدا يخلصها بسرعه. ماشي ويلي دير بالك هذه. طيب ما مش الك وانت واخوالك الي يا حبيبتي. طب واحلى يا ماما بعدين بعدين بس روحي اشتري هلا بسرعه وطوليش. ماشي ماشي يا ماما. والله حرب ممتاز هذا. ماما جيتي جيتي. ايه والله يا ماما اخر حتي لحقتي حالي الحمد لله من حيث شو فيها يا ماما هي ولا لا؟ والله هي وتنتين كمان. الله يبقى اخر تنتين الحمد لله اني لحقت حالي كان خلصوها. اسمعي روحي جوا عشان تخبيها مش حد يشوف وين تخبيها. الي هذه يلا روحي. طب واحنا يا ماما انا رحت اشترك عشان اكل منها. لا يا حبيبتي لما افتحها بطعميكي بس انا تخبيها بمكان عشان ما عدوش تاكلوا لي اياها. لما انا افتحها بطعميك ومنها. ماشي على مزاجك يا ماما. يلا روحي جوا. طيب وخليكي انت واخوكي جوا. ماشي ماشي. والله ماما شارية جبنة وبتقول بدهاش طعمينا. أنا أضلني أراقبها عشان هي أنا أخد الجبنة. بديش طعمي أختي ولا حدك بس أنا بتاكلها. أنا من عارفة وين بدي أخبيها هذه الجبنة عشان ما حدش ياكلها مني. وين تخبيها وين؟ والله الأولاد إذا شافوها ليخلصوها. ولكم يا اولاد عليكم امتحانات ولا سالين ولا مدورين. تعالوا اسمعلكم ولا ادرسكم ولا اعملكم حاجه. تعالوا يلا جينا. يلا انت يا جود امتحانش عليك امتحان هذا ايش هو دين جود وانت ايه؟ انا عربي. طيب ماشي بدي ادرسكم هلا عشان ايش تجيبوا علامات عاليه في الامتحان. ايش اجي درست ولا لسه؟ درست يا ماما وتعبت. واضح انك مقطع المنهج يا جود. وانت يا ماما؟ طبعا درست يا ماما هبديش ادرس. طيب يا اولاد انا هلا بدي اطلع على مشوار سريع برا البيت. بتدرسوا وبتراجعوا منيح يا جود انت وايمان وعشان لما اروح اراجع لكم واسمع لكم ان شاء الله بتغلطوا في غلطه. طيب حاضر. يلا هيني طالعه مشوار. بتدرسوا كويس انا مش مطلع. ولك يا جود ادرس. والله لو ماما سمعت لك ورقتك مش دارس موتك موت. يا زلمة على دراسة بلا هبل. بدي اشوف بدي اروح اجيب الجبنة. انا هاي الجبنة بروح عديت اكلها فوق الخزانة عشان محدش يشوفني. جيت بدي اكل جبنة فوق الخزانة عشان انا بدي اكل قبل ما تيجي ماما بدي اكل جبنة فوق الخزانة. والله هذه كتير زاكية شكلها وكمان ان هذه شكلها غالية كتير كتير. والله هذه اجمل حياتي. والله زاكي. خلي ولاد ما لهمش حس. معقول بدرسوا؟ والله شكلهم بدرسوا. خليهم بدي اروح اكل الجبنة قبل ما يخلصوا يدرسوا عشان ما حدش يشوفني. وين الجبنة؟ وين الجبنة اللي خبيتها هنا؟ يا ولاد يا ولاد وين الجبنة؟ والكل خبيتها هنا. يا ايمان يا ايمان يا ماما الحقي انا خبيت الجبنة ومش لاقياها. قومي ليش نايمة انت ولا اخوك جود؟ ايش هذا؟ يا ماما انا كنت ادرس فنمت وانا بدرس. طب قومي بسرعه شوفي لي وين اخوك جود ومش ملاقيه الجبنه. تعالي الجبنه عندي غاليه ما صدقت جبتها. وين اخوك جود؟ مش مبين يا جود. مش عارفه يا ماما. يا جود يا جود وينك؟ يا ربي وين هذا الولد راح؟ يا جود بركو وين الجبنه؟ وينه؟ يا جود يا ماما يا ماما يا جود وين؟ هيو بياكل في الجبنه يا بنيه. شفتها كانها فوق الخزانه ياكل في الجبنه. لك مش مهم الجبنه المهم هذا اخوك كيف طلع
فيه؟ تعال نزلك هنا خلصني. يلا خلصني انا خلصني. تعال هان انت تطلع لي فوق الخزانه، ناقصني دي واعمل فوق الخزانه ونوديك على المستشفيات ودكاتره وقصص. ليش تطلع فوق الخزانه؟ منيح ما وقعت ولا انكسرت. افرض انا ما جيتش، افرض قطعك ضلتها نايمه، مين كان بده ينزلك؟ كنت بدك تنزل توعى وتنكسر صح؟ ونقعد نجري فيك على المستشفيات. عادي بنزل طلعت وبنزل. درست ولا لا؟ درست فاضية ماما انا. عادي بعرف اجد درست ولا لا، وانتي وين كاينه؟ سايبه لي اخوكي ولا داريه في الحياه؟ طلع لي فوق الخزانه، ايش يا حبيبتي؟ يا ماما انا كنت ادرس ونمت وانا بدرس. هاي اللي بنقول عليك يا ايمان، اسمع انتوا التنين، روحوا من وشي يلا من هنا وروحوا كملوا دراستكم، وانت اذا تاني مره بتطلع على الخزانه حتشوف شو حيصير لك، ماشي؟ بديش احكي لك، بس حتشوف شو حيصير لك، يلا روحوا انتوا. ماما يلا بدي جبنه، هو اكل وحده كامله. لا يا ايمان فيش جبنه، يلا روحوا ادرس انت واخوكي خلصوني، ازعتوا لي ناس يلا روحي، بس وشك من الجبنه انت الثاني. شهاده يا الله. انا ما عملتش ولا الواجب ولا درست حتى، والله ماما لما تسمعني راح تضربني لحد ما اموت. ضلتني فوق الخزانه لحد ما اكل جبنه فوق وما عملتش حاجه، ضلتني اكل جبنه وبس. انا عيانه وماما لا تكسرني. ايمان ما تخليش ماما تدرسني، خليها درس بس انتي. بالله بس شاطر تاكل جبنه ولقيت انا اللي ادرس، تخليها اسمع لك انت اول. لا انت ما انا. يلا درستوا ولا لا؟ ايش يا جود؟ هات سمعي يا ماما. هي والله شكلها طلعت الجمعيه. اسمعي تعالي يا ايمان، يا ماما عندي بكمل لك. روحي فوق لهذه جارتنا ام خالد، طلع الجمعيه، روحي جيبي 50 شكل منها الجمعيه قبل ما حد ياخذها قبليه. روحي بسرعه يلا، عندي بكمل لك مراجعه. جمعيه ايش طيب يا ماما؟ هذه ماما انا عامله جمعيه عشان اطلع انا وصاحباتي، طلع لي مبلغ كويس وطلعت الجمعيه. يعني بدك تاخذينا معك يا ماما؟ ان شاء الله اذا جبتوا علامات كويسه بالامتحانات. يلا روحي انا بجيب علامات، هذا بده يجيب علامات. روحي يلا ابو الجبنه. طوليش بسرعه ولا ما بدها ال 50 شكل ضروري. جبنه بتدلي جبنه جيب ال 50 شكل انت الثانية خلصيني. بدي اروح اشوف الاكل عما تدرس انت الثانية عما تجي اختك. ادرس يا جد حسمع لك هلا. ايها الكافرون. السلام عليكم. ما جبتي؟ جبتي؟ تفضلي يا ماما، بتقول لك خالتهم محمد هي ام خالد سيد. بتقول لك هاي ال 50 شكل بس الجمعيه لسه ما خلصتهاش. لسه باين عينا كمان دافع. ماشي خلاص يلا روح عشان بدي اخبيها اجري. يعني دفعتي اكثر من ال 50 شكل؟ دفعتي انا 3 مرات ولا 5 مرات؟ لا يا حبيبتي عشان تطلع لك هي. لسه بتطلع لي، روح ادرسي كملي دراستك، روحي خلينا روح بدي اخبيها، بديش حد يشوف وانا مخبياها. طب انا بدي اشوف. ليش بدك تشوفي؟ عشان بدك تاخذيها. يلا روحي. ماشي يلا روحي جوا، خذي كتابك وادرسي. ما بتحبي ادرس. هلا ما تبقوا تصوتوا وتفضحوني قدام جاراتي، ادرسوا كويس. هذه ال 50 شيكل لازم اخبيها كويس عشان ما حدش يشوفها، لو حد شافها واخذها بضيع، بحوش فيها من السنه للسنه عشان اطلع انا وصحباتي. وين بدي اخبيها هذه؟ انا ماني عارفه. لما خاطري احطها في الثلاجه عشان ما حدش ياخذها. انا اخبيها بالفرن، اخبيها بالفرن ما حدش بتفتح الفرن. يا رب ما حدا يشوفها. يا ام خالد البنت بتقول انه الجمعيه خلصت، وانت قلتي لي ان انا اخر اسم، يعني لسه في دفع عليا؟ كيف ما جيت حكيتي لي انا اخر اسم؟ انا اصلا لسه ادفع، انا دوبي حوشتهم ال 50 شيكل هدول. طيب ها مين هذا بيتكلم؟ جواله مشغوله هالكيكة. انا راح اسرق من الفرن 50 شيك. بدي اخبيها فوق الخزانه عشان ما حد يشوفني. انا عارفه عنها. ايش هذا؟ وين رايح؟ تكمل دراستك يعني؟ طب روح يلا انا فضيالك، فكرني اخبي ال 50 شيكل هالليك
عشان ما حدش يشوفني. حطها فوق الخزانة. لازم تاخذ ابره يا حبيبي، لازم عشان مش يا حبيبي عشان الطب وتصير حلوه. يا